يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند القيام من التشهد الأول والاعتماد على اليد على صفة العاجل، هل هي سنة؟ وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ إذا كان أنه يحتاج إلى هذا، إذا كان يحتاج إلى الاعتماد على يده يعتمد، لكن لا على صفة العاجل، وإنما يبسط يده كذا على الأرض، يبسط يده كذا أو يديه ويقوم، ما يقول كذا، هذا منهي عنه. نعم.